الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام. أن أرحب بجميع المراسلين والصحفيين المعتمدين في هذه المنطقة، فمرحبا بكم في هذه الرقعة الجميلة، رقعة صخيرات. واليوم الحديث معكم سأتحدث باسمي نيابة عن فريق الائتلاف نتاع المعارضة نتاع مجلس جمعية الصخيرات، وأصالة عن نفسي بطبيعة الحال. مرة أخرى مرحبا بكم. اليوم سنجيب عن بعض الأحداث، وكذلك سنجيب رئيسنا المحترم رئيس المجلس الجماعي للصخيرات الذي خرج اليوم في أول البارح في تصريح ربما أراه أنا مغلوطا جدا، وفيه الكثير من التضليل وكثير من المغالطات حول ما يروج بموقف المعارضة، ولا الموقف نتاع النقاط، ولا أي نقطة من النقاط لمدة سنة كاملة. اليوم احنا جينا باش نوضحوا، الساكنة راه ماشي غبية باش تبدا تصدق أي حاجة، إلا لكانت باغا تكون غبية. الساكنة راه ذكية ديال الصخيرات، تميز ما بين الخطأ والصواب، نقول وهو يقول والساكنة تميز. أنا اللي كنتمناه من الساكنة الشرفاء أنهم يحتكموا للمنطق ويحتكموا للسؤال وينتظروا الجواب، ماشي قال فلان وقال فلان. يوم عندنا حقائق سنتحدث عليها. عندما تحدث السيد الرئيس، تحدث في خطابه الأخير وفي استجوابه الأخير معكم ومع البعض، تحدث عن النصاب، النصاب القانوني في المجلس الجماعي. ما معنى النصاب؟ ملي وصلتي للنصاب يعني راه ما بقات عندك حتى حاجه. ملي وليتي كتهضر على النصاب ما بقيتي تهضر حاجه، وما بقى لك غير هنا، ما بقى لك غير حنا تجي دير عندنا رئيس حنا كمعارضه. ما بقى للرئيس الا يجي يدير رئيس المعارضه ويحكم. حنا راه فريق معارضه، مؤسسه يعني قاعده دستوريه، فريق المعارضه ما عنده حتى يد ولا راي في التدبير مع في التسيير او لا في الموافقه على نقاط، لدرجه ماشي غير هكاك. تم الاقصاء ديالنا لمده سنه، رغم اننا كنا نصوت لمده سنه كامله، والنقاط درجناها معاه منذ بدايه الولايه كامله، طرحناها معاه ولا نقطه تحطش. ما عمرش الرئيس المجلس الجماعي الرؤساء اللي كيحتارموا رؤوسهم في المغرب كيعيطوا على المعارضه ملي كتبقى شهر وكيقولوا لهم واش بغيتوا تحطوا شي نقطه تهموا امر الساكنه. ما عمر هذا الرئيس عيط لشي شخص من المعارضه وقال لي واش غدكم راه الاجل قرب، واش بغيتوا تحطوا شي نقطه. والادهى من ذلك اننا كنا نضع النقط ويلغيها كامله لا يدرجها. خير مثال ها هي النقط ديالكم السيدي، مؤرخه بالتاريخ ديالها وكل شيء ديالها محفوظه هنا، نهار 1 دجنبر 2001، 10 دجنبر 2021. ها هي ماذا قلنا له في النقاط؟ علاقة بطلب إدراج النقاط، أولا تفعيل مضمون اتفاقية حول إسكان دوار جديد ومنحهم بقعهم الأرضية، وبالتالي تتمة إعادة الإيواء الذي بدأ منذ 2004 مع تقديم اعتذار للساكنة. جوج، النظر في قضية أصحاب الشكايات وحل مشكلتهم كل حسب وثائقه. ثلاثة، حل مشكلة الباعة الجائلين ومشكلة الجوطية. أربعة، خلق لجنة موسعة للحوار مع ساكنة الدواوير لإعادة إيوائهم بالكيفية الممكنة والغير مهينة، كل دوار حسب ظروفه وأولوياته. خامسا، البحث عن الحل الجذري لمنطقة الكربون. ستة، مآل اتفاقية الشراكة لخلق مدار حضاري يجعل الشاحنات خارج المجال الحضاري للجماعة
والتي أبرمت بين الجماعة والجهة والتجهيز وجميع المتداخلين. 7 ما اتفاقية الملعب الجماعي البلدي. 8 تسوية الوضعيات للتجزئات والأحياء السكنية. 9 تعميم وتجويد الإنارة العمومي بجميع شوارع وأزقة الجماعة. 10 مطالبة شركة ريدال بإعادة تنقية مجاري الأودية داخل الأحياء السكنية. 11 العمل على فك العزل عن الدواوير البعيدة والقاطنة ما بين الطريق السريع والسكك الحديدية وتزويدهم بالماء والكهرباء. 12 توفير حافلات النقل المدرسي لأطفال ولاد غانم وبرينيس من وإلى مدارس الصغيرات وتعميمه على باقي الدواوير البعيدة عن المركز. 13 خلق لجنة موسعة للبحث في التقليص من البطالة وعطالة الشباب والشابات. هذه أول دورة كنا حطيناها. ثم جات المشاكل الأخرى وكاين الأسئلة كتابية اللي طرحناها وما كيجاوبناش كيخلينا النواب ديالو يجاوبونا، وكاين بزاف التدخلات وسنسردها إن شاء الله في هذا هذا التواصل معكم. إذا سنرجع للكلام ديال السيد الرئيس اللي قال وغنحطوه بالتفصيل. اليوم أنا أول مرة كنشوف الرئيس عاد ولا كيقول لك تعالوا نناقشوا. أنا غريبة. الرئيس راه كنت رئيس في جامعة سيدي حيا وفشلتي في تدبير شؤونها وهربت منك الأغلبية، واليوم جيتي للسخيرات وهربت منك الأغلبية. إذا العيب راه ماشي في المستشارين ولا في الفريق، العيب في شخص. ما هذا كملوا من روسكم، كملوا من روسكم أسيدي. من اللي كيولي أنا خاصني نمشيو نسولوا المستشارين اللي خرجوا من الأغلبية، علاش ملي كتخرج الاسرار ديالهم جهه اخرى، ملي كيوليو يقولوا شي حوايج ماشي هي هذيك، ملي كيشوفوا العمال العراضيين تعطاو الاهل والاحباب ذوي القربى، ملي كيشوفوا الصفقات كتعطى المرشحين ديال الله واحد ديال الانتخابات ديال الحزب الحاكم، ملي كيشوفوا البنات مشاو البومبات باش يصرفوهم. فيسبوك راه عامر بالكتابات وتحولوا الى بومبات ديال الاهل والاحباب. ملي كنشوفوا الفيسبوك عامر كيسولوا فين مشات المداخيل ديال الدوشات. كنشوفوا بزاف الحوايج اللي قالوا سنسردها معكم بكل تفصيل ممل ان شاء الله هذا اللقاء هذا. اذا هنا ملي نبغيو نهضروا على شي حاجه خاصنا نهضروا بالمنطق. واش عباد الله انتم نسالكم كصحفيين، واش عمركم شتي المعارضه كدير العصا؟ كي غدير ليها انت عندك الاغلبيه، صوت تغوت المعارضه ولا ما تغوتش، تجي ولا ما تجيش، تا عندك فريق ديالك. الا فقدتي الفريق خاصك تمشي بحالك، الا تقصيتي خاصك تمشي بحالك. هذه امور اللي خاصنا نفهموها. ما نجيوش نخاطبوا الناس اللي ضعاف مساكن في العقوله ديالهم ونقولوا لهم معارض عرض يا وانت دير النهار الاول كنتي ما تشكلش كاع الاغلبيه كاع، ادخل قول لهم انا رئيس وكل شيء معايا. هذا هنا واحد الخطاب ديال المظلوميه. جيتي من الفشل ديال سيدي حيا، جيتي الفشل سخيرات، راه غادي نرجع غادي نسردوا واحد الحوايج اللي هي خطيره دارت في سخيرات. كاين تما هو قانوني خطير، من بغض النظر وبصرف النظر على انه البنات ولا على العمال العرض. حنا اليوم السيدي كيقول لكم في سميتو لائحه العمال العراضيين موجوده، اييه متفق معاك، شطبتي على اللي شطبتي وقديتي وغتعطيها لنا. لا حنا راه غادي للمحكمه، راه خاصنا نتحاكموا معاك. جبد لينا لائحة العمال العراضيين ديال شهر 2 3 4 5 6، ولا جبد لنا من البداية الولاية، ياك الولاية السابقة كانت فيها لائحة، جبد لينا سيدي من البداية، جبد لينا ها لائحة العراضيين كاملة كاملة، وحنا معاك. حنا راه مدة سنة وحنا نصوت معاك بالإيجاب. شنو وقع؟ تغريتي وجريتي على الناس ديالك اللي كانوا هازين معاك الحمل وقلتي لهم وليتي كدير هو انت هو اللي كاين، وفي عالم السياسه لا، السياسه وتدبير الشان المحلي يدبره فريق. راه واخا الفريق ديالو تم تركيبه بشكل غلط خطا لانه ما فيش المناصفه، خاص يكونوا جوج نائبات على الاقل داخل الفريق ديالو، هذا هو القانون. كون كان باغي الخير للناس ديالو كان يدير نائبتين على الاقل في النواب نتاعو، واليوم ما دارهاش، خلى غير كيلبي الخواطر صحه. حتى دوك الناس اللي ما تلبوش لهم خواطر اللي كانوا بعادين على اللوائح راه جازاهم بالكيفيه اللي بغا،
الناس اللي ما قبلوش مسير راه دار لهم العمال العربيين يستافدوا منهم، ودار لهم صفقات يستافدوا منهم. اليوم هاد الحوايج راه خاصنا دوري نهضروا عليه. علاش ما جيناش اليوم؟ علاش ما جيناش للدوره؟ راه كنعطوك حنا، راه ماشي انا كراكيز كنجيو نصفقوا، حنا راه كنعطوك واحد الرساله بانك هذاك التلميذ الصغيرات راه غادا الهاويه. قال لك اسيدي اليوم عاد ولا كيهضر واحد خطاب مظلوميه كيقول لكم العصا في الرويضه. راه العصا في الرويضه راه كتكون في الاغلبيه ما كتكونش في الاغلبيه. راه انا خطير هذا، انا ما عرفتش علاش العصا في الرويضه كيقولوها شي وحدين ما عارفينش، كيعمروا كيشحنوا شي دراري وكيجيو والمعارضه ما جاش. واش حنا في مشكل المعارضه؟ راه عندك فريق ديالك ديال الاغلبيه، انت اللي انت اللي مدبر. الا ما كنتيش كتدبر المعارضه راه كتسناك تخطا، كتسناك تحيد ديك الاغلبيه باش تولي المعارضه هي اللي كتدبر. وحنا حنا لا جاء لك كنا تعطاتنا الفوق تعطاتنا نجيو ندبروا، راه خاصنا حنا حنا فشلنا تجي المعارضه ديالنا تقول لنا الله يعاونكم. اذا هنا فين كاين الاشكال اليوم؟ ملي كيقل ملي كيجي الرئيس وكيقول لك في الحملات النصاب من النصاب تحول الى الحملات الانتخابيه، قال لك كنا كنقولوا هناك من يعرقل الرئيس، تبني المشاريع، تنميه المدينه. ها هو رجع دابا الحمله الانتخابيه، هاد الهضره هي اللي كان كيقول في الحمله الانتخابيه، دابا كيقولها ملي مشات ليه الاغلبيه. دابا كيهضر عليه، كيهضر على بدا حمله انتخابيه من جديد، كيوعد الناس كيقول لهم لاول مره كيهضر على دوار جديد بكيفيه مبهمه. ما قدرش يكمل ولا الشقاق وما قدرش خلى، علاش؟ باش يخلي دوك الناس اللي متفق معاهم يخليهم على واحد البينه بانه باغين هذوك الامور تهضر. غير قول كلمه دوار اسكت، قالها ولكن ما عطاش. في الوقت اللي كنا قالوا لي دوار جديد طرحوا الدوره، انت كرئيس حطيناها لك، كنتي تقول لي مراه غوتي ولا المعارضه طرحت نقطه ديال الدوار ها هي نناقشوها. قولها للناس المعنيين اللي كتبجح بهم انت، قولها لهم، قول لهم راه حنا حطينا نقطه هي نناقشوها. على الاقل لماذا نقطه خاصه تبقى ديال الدوار جديد تحط في الدوره؟ لتفتيتها وتفكيكها وتعميلها ونشرها. علاش؟ لانه كاين واحد 400 وستر ديال البقاع، حيت خاصنا نقولوا حل كانت ضروري من الشقق، لكان ضروري من الشقق. اذا كاين البقاع، الا شفنا ما قالتش العدد كنقولوا ممكن نعطيو للناس الاصليين ديال الدوار نعطوهم البقعة ديالهم، او نديروا اشراك اسرتين في بقعة واحدة مثلا، نطرحوا الاقتراح، او نزيدوا مثلا المتراج ديال كاتريم ايطاج ولا نديروا. اليوم هاد الخطاب المظلومية راه ما كياكلش مع الساكنة ديال الصخيرات اليوم، من بعد ما فشلتي في تدبير أغلبيتك. علاش؟ لأن كاين بعض ولاد الصخيرات عاقوا بأنه الصخيرات غادا في واحد الاتجاه ديال الهاوية، لأنه كاين استفة أول مرة كنشوف السيارة ديال الجماعة كتدور بالليل وبالنهار، واللي سايقها ساكن في البلاد، واللي ساكنها ساكن في الحومة ديالها كيدور بها اللي سايقها. اليوم كنشكو في السياره ديال سبيتو البنزين كورونا، البنزين واصل 15 درهم والسياره كدور 24 ساعه على 24 ساعه والبنزين واصل قمه ديالو. خطير هادشي. اليوم كنشوفوا المعمل العرضيين كيستافدوا اشباح ولاو كيخلقهم، خطير. اليوم كنشوفوا الصفقات تمرر لذوي القربى والاهل. اليوم كنشوفوا المسائل ديال البون ديال الاستفادات من سند الطلب لفائده شركه وحده كانت كتنافسها شركتين، وحده للوالد وحده للاخ. انا راه غريب هذا الشيء، ما عمرني شفتو ناس تتبير. واش جايين قتلوا البلاد في الوقت اللي انه قال لك السيد الرئيس انه الان امام وضع لا يشرف المدينه ولا يشرف السلطه؟ على الوضع شكون اللي وصلنا ليه؟ حنا معارضة نهار الأول تصفينا في واحد الباب ديال نقولوا غير نساء نشوفوا فك ونصف، ولكن كنغوتوا وكنشوفوا نعطيوك كنعطيوه الملاحظات وكاين ما كيديرهاش ما كيركبهاش ما كيكتبش الملاحظات ديالها على النقاط. واليوم ملي مشات له الأغلبية قال لك المعارضة كدير العصا في الرويضة. راه أغلبيتك أنت، أغلبيتك أنت اللي راه أنا خطير. أنا كنقول لكم واحد الحاجة خذوها مني، والرئيس داير العصا في الرويضة راسو. عرفتي باش دار العصا في الرويضة راسو؟ دارها بهذا سوء التدبير، بهاد العمال العراضيين، بهاد الصفقات، بهاد البنات، بهاد الشيء اللي واقع بالفيسبوك اللي خالقوا. هنا كاين الامور. تحدث عن وضع البرنامج داخل الدوره
وتحدث عن الميزانية بحال حنايا راه ما عمرنا صوتنا على الميزانية، ولا صوتنا على الميزانية ديال القاعة باقا كما تصيب، صوتنا على بزاف د الحوايج المشاريع لمدة سنة. عطينا المقررات فينا هما، عطينا المقررات ديال السنة كاملة أشنو تنجز. مقررات كنا كنهضروا بحال السمكين، كنهضروا بحال كنهضروا مع شي وحدين سمكين. عطينا أشنو تنجزتي في الدورات كاملة في العام كامل، عاد نشوفوا هاد الدورة اللي بقات اللي بغيتي تجاوبها اللي كتضغضغ مشاعر الناس بواحد الطريق. أها كتضغضغهم بطريق الجمالة، وما تخدمش بالطريق اللي هي دايزه من العام اللي فات من السنه اللي فات، وما تخدمش بالشاحنات اللي قلنا لك حبس الشاحنات وقلت لنا اوكي اللي باقي كتهرس وكتقتل البلاد. اذا كنت فعلا كتحب تنميه البلاد حيد الشاحنات حبسهم اللي كيقتلوا الناس اللي كيقتلوا الطريق. هذه هي الاجراء الاول، ولكن انت مستفد منهم كيفاش غتحبسهم؟ جوج قال لك هناك مشاعر كثيره واعاده ايواء دور الصفيح، بحال راه عطى الناس البقع يتحدث عن ايواء دور الصفيح بحال عطى الناس البقع. وصاحبي والناس راه غتشري دارها بعشرات المليون، فين غتعطيهم انت؟ شنو درتي؟ وراه غتستثمر معاهم، راه غيشريو دارهم بعشرات المليون، شقه غيشريوها بعشرات المليون. فين هاد الايواء اللي كتقولي لي وكتحدث عليها؟ هذا برنامج ديال الوزيره ديال وزاره الاسكان. وفاوق جيتي في النهار اللي تلاقيتي مع السي اخنوش، تلاقيتي سنه كامله مشيتي لاكادير ما بان لك والو، قلتي لنا تعالوا نضغطوا، راه حنا الاغلبيه مشات، تعالوا نحاولوا نضغطوا المشاعر ديال ساكنه الدوار الجديد ونديروا صنا، راه دفعنا لهم ملف تاع الدوار الجديد. ايه علاش ما دفعتيش في الولايه ديالك الاولى؟ رغم انك كنت تلتقي برئيس الحكومه مرارا في البرلمان وفي المركز المجلس المركز ديال الحزب المقر ديال الحزب والمسائل، علاش ما عطيتيش نهار الاول؟ وقلت لنا ها انا غنحطو وتسنى. شفتيها حتى سالت الاغلبيه وليت تقول الناس رانا كنقلب على المشي. هذه هي الحمله، راه كنا كنديروا الحمله الانتخابيه من بدات كنمشيو كنجيبوا شي وثائق والحل راه كان راه معروفه. اليوم قال لك الطرقات حتى هي فين هي؟ شنو الطرقات تصايب؟ هذا كنصايبوا مجلس الجهه ومجلس العماله، شنو الطرقات تصايب؟ اللهم الطريق اللي درتي ذا وحجر راه مشات، درتي لنا السيما درتي لنا التوفنه راه مشات. قال لك اسيدي من يعترض على النقط النقط عليه ان ياتي للنقاش. بحال احنا ما عمرنا جينا، راه عام وحنا كنصوتوا وكنقولوا حتى المداخلات ديالنا اخرها الطريق اللي كانت غتصيب عدلنا، قلنا له عدل ما بغاش. اي نقطه كتشوف المعارضه كيعطي تعديل كيرفض يبت فيه وكيرفض يضيفه. واليوم قلت تعالوا نتناقشوا. هذا راه فكرني في شي رؤساء ديال شي بلدان الله يهديهم ملي صافي كيكونوا تغلبوا على امرهم كيولي يقول لك تعالوا انا غنولي مزيان انا غنولي دير انا. هذا في الحقيقه انا ما فهمتهاش. تعالوا نتناقش. وعلى ما الناس انا فين كنا؟ كنا نناقش. اليوم راه ملي درتي الخروط وما بغيتيش تبقى تعطينا حنا، ما بقيتيش باغي تسجل النقاط ديالنا، ما بقيتيش تسجل الملاحظات ديالنا، ما بغيتيش تعطينا لحياة العرضيين، وما بغيتيش تعطينا هكا، عبرنا لك بتعبير جماعي باننا نرفض هذه السلوكات. ما جيناش الدوره الاولى والثانيه، حنا غما مازال مستشارين وغندبروا الشعب المحلي، وهذا نوع حضاري من اننا حنا مع الساكنه، راه حنا هذا كنبينوا بان حنا واقفين مع الساكنه. معاهم، هذا عدم الحضور يعني حنا مع الساكنه ديال دوار جديد، مع الدواوريه كاملين، مع الطرقات، مع الشوارع، مع الملاعب، مع بزاف مع الامور ديال التنميه كامله حنا كنعبروا عليها. واش حنايا منين غنجيو؟ حنا وساكن حنا راه ولاد البلاد، حنا اللي ولاد البلاد ونعبروا على المصلحه ديالنا. ثم تحدث قال لك عن 30 سنه من التاخر ديال التنميه. انا بغيت دارك ديك النهار قال لك التاخر بصفه عامه، ودابا عرف راسو دوك الناس داروا فيه دوك اللي كيسيلوا معاه قالوا له راه جبتينا حشومه محشومه. قال لك التأخر ديال المعارضة، ودابا وصدقوا بالله عليكم اللي كانوا كيحاوروه ما تحاوروش معاه كيفاش؟ كيفاش المعارضة غادي تكون هي اللي غتعارض دير العصاب الرويدة؟ ما فهمتش. واش وراه الدولة عندها سيدنا الله ينصرو، عندها وزير الداخلية، وعندها الوالي، وعندها العامل، واش هادو غيعرقلهم شي واحد؟ وراه منك أنت مباشر ديالهم، أنت اللي غتنمي وانت اللي غدير، كيفاش المعارضة غتعارض؟ المعارضة راه معارضة، الحكومة مشكلة من فريقين ديال واحد الأحزاب، كيديروا الحكومة الأغلبية، والمعارضة راه جالسة، كتسنى الخطأ، كتسنى النقاش والمناقشة، احنا اش غنديروا معاك؟ شنو بغيتي؟ كيفاش العصا غنعصيو؟ واش حنا كنجيو ما نسينيوش لك؟ واش حنا النقاط ديالك مشيتي درتيها وما درناهاش لك؟ واش جبتي شي نقاط؟ وياك كتصوت، صوت على راسك، ما قدرتيش؟ يا خي صافي حيد بحالك. ثم قال لك انها ليست للمسيرين، بغى يصلح ذات البين. ورا سيدي ليست للمسيرين، راه السي ابراهيم شكيله ما كانش عنده معارضه قويه. السي بلال ما كانش عنده معارضه، كانت عندهم كل شيء اغلبيه، شكون اللي عارضهم؟
سي ابراهيم ما كانش عنده معارضه، سي الفقيه كانت عنده الاغلبيه في الاول، سي عزي كانت عنده الاغلبيه، سي البركاوي كانت عنده الاغلبيه. شكون هاد المعارضه اللي دارت لهم؟ جبد لنا انا انواع الاراضي اللي كتبت لنا والصغيره، جبد لنا هاد الناس اللي كانوا عارضوا هاد الرؤساء وهاد الفرق اللي مشات. ثم قال لك المعارضه منذ 1093 وهذا حافظ، ولكن ما عارفش اشنو اللي كان واقع. راه ما يمكنش المعارضه اغلبيه كاينه، كانت العكس، راه دابا عاد ولات معارضه قويه، اما في الازمنه اللي دايزه في الولايات كانت كتكون الاغلبيه كبيره مريحه كدوز اللي بغاش. اذا فين كان المشكل؟ ثم قال الخلل في واحد البلاصه، التباهي بالعرقله. وانت مالك؟ الناس كيتباهوا حيت في المعارضه، يتباهون تباهون بتواجدهم في فريق المعارضه. انت خاصك تتباهى في الاغلبيه وتدوز المشاريع ديالك وتنمي البلاد. علاش غنبقاو نهضروا في واحد الحوايج اللي ما كايناش؟ ثم جاء الحديث عن العمال العرضيين. قال لكم سولتوه، قال لكم ها هي كاينه اللائحه، متفق معاه كاينه، وعلاش ما عطيتيناش النهار الاول؟ ياك طلبناك نقطه، ها هي طلبناها لك السيدي الرئيس وحنا مستشارون تاع المعارضه، علاش ما عطيتيش لنا فينا في الوقت اللي كان الرئيس الفقيهي كان عاد كيجبدها شي واحد كيعيط للموظف كيقول له سير جبدها. قالك ما عمرش واحد طلب هذيك. ها هي سيدي في الطاج، ها هي ها انت شوفها، ها انت التوقيع ديالها 4 يونيو 2022 ها هي لائحة العمال إلى السيد رئيس المجلس الجماعي، طلب لائحة العمال العرضي من الجماعي وأماكن اشتغالهم. الله يعطيها لكم دابا، الله يعطيها لكم. ها؟ الله يعطيها لنا، خاص يعطينا في هذا الوقت. السي الغوتي قال هو في واحد اللحظة بأن لا شوف، إلا كانت عند شي واحد، حنا راه فرقاء، حنا راه واحد مجموعة ديال الأحزاب كنشكلوا المعارضة. حنا كنهضر على القانون. خليني من واحد قالها في الدورة، راه ذاك العنصر اللي قالها راه حتى رفض الرئيس يعطيها لنا. من هنا، هذيك راه تقالت غير في الدورة الفائتة. ملي ما طلبنا الوثيقه ما بغاش يعطيها لنا، ملي ما بغاش وعرفنا ما بغاش، قال واحد العضو قال لي يا سيدي زعما راه حنا اللائحه راه عندنا، ولكن حنا بغينا القانون، حنا بغينا يجبد لنا الوثيقه رسميه يعطيها لنا، يعطينا الوثيقه مطلوب هذا، حنا طبق معايا القانون بيرو دوردر هذا، يعني يكون فيها كاش ديال الجمعيه، يكون فيها كاش ديال الجمعيه، يعطيني البيرو هذا طلبناها تجبدها لنا، ماشي تقول لي قال لنا واحد، انا واحد ماشي مسؤول عليا، انا كنهضر على راسي وكنهضر على المستشارين اللي طلبوها، انا كنهضر طلبناها قدام العلن قدام دوره، عيط على موظف سهله كيجبد لي تما بخمسه دقائق ولا جوج دقائق كيجبدها ويوريها للعلن في هذاك الوقت. علاش اسيدي علي؟ لانه كانوا الناس مستافدين من العائله ديالهم في شهر، حنا في الشهور اللي داس ليهم الفلوس، حنا كنقلبوا على العمال العرضيين في الوقيته ديال شهر 3 4 5 6. انا ذاك ممكن نرجعوا اليوم، حنا كنطلبوا لائحه العرضيين من بدايه الولايه الى الان باش نحيدوا كل لبس. حنا غير بغينا نتاكدوا، حنا ما كنتهموا حتى، حنا بغينا خاطر نصفى، راه الانبياء ومن اللي ما تطمنوش طلبوا حتى من الله باش 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 يشوفوا لكي يطمئن قلبهم. حنا بغينا على اي حق يطمئن قلبنا ونقولوا هذا الرئيس مزيان ونصوتوا معاه ونقولوا مزيان ونشوفوا هذه الاسئله اللي كاينه دابا كتروج يجاوبنا عليها ونقولوا حنا مالنا، حنا ما دابين حنا الاول كل شيء مزيان غادي مالنا عاد كامل، كنا حنا صبرنا كاع عام كون كنا كنديروا المعارضه غنديروها من النهار الاول ونغوشوا من النهار الاول ونسحبوا من النهار الاول. حنا راه عام وحنا كنصوتوا بالايجاب والدورات شاهده علينا، المقررات ديال الدوره شاهده علينا بالايجاب بالايجاب بالايجاب. اذا هنا خاصنا نجيو عليه. ثم كيقول لك تعال تناقش معايا، على حنا فين كنا العام كامل وحنا كنناقشوا معاك؟ اشنو درتي لنا؟ رفضتي تعطينا الطلبات اللي طلبنا منك، رفضتي تجاوبنا على الاسئله، رفضتي دير كل شيء. قال لك الا كان شي مشكل تعاونوا نناقشوا. ولا حنا مالنا غنمشيو لشي بلاصه، حنا راه مازال جايين غنناقشوا معاك، مازال مستمرين معاك، خاصك تكون صبار، خاصك غير تصبر، غنجيو نناقشوا معاك خاصك غير تصبر، ما عندناش الاشكال. وقال لك اسيدي العباس اول مره كتخرج كلمه من عند الرئيس فيها اهانه لحق لفريق المعارضه، وهي قال لك العبث ولا اخلاقي، ما عرفتوش انا اش كيقول به. كون سبع وكوني، كون سبع وكوني، هاد المصطلحات راه خاصك حتى تكون سبع، انت هو الرئيس وانت وليتي صافي تلفتي خليتي الناس وليتي تقول لهم العبث لا اخلاقي كون سبع وكوني، ولا انت اللي خاصك تاكل، خاصك تنمي البلاد وكوننا، حنا كنعارضوا كون سبع انت وكوننا. اذا هاد الامور هادي خطيره جدا. هنا ملي كنقولوا العصا في الرويضه، ملي كنقولوا العصا في الرويضه، انا راه بغيت تقول لي واحد السؤال، غيسول عليها العصا في الرويضه شنو هي معناها؟ غيسول عليها ثلاثه النواب ديالو، السيد الرئيس
هاد العصب الروايه ده كنتمناك تسول واحد ثلاثه النواب ديالك كانوا في الاصاله والمعاصره الولايه اللي فاس، هو سولهم على معنى العصب الرويده. هم كانوا معاه، راه معاك دابا نواب، سولهم شنو هي العصب الرويده. العصب الرويده راه كتكون داخل الاغلبيه وليست في المعارضه. المعارضه راه معارضه، راه كتله اخرى، كتله اخرى لا تعني فريق التسيير. حسب اللي خطير في الامر هو انه السيد الرئيس قد ما قال العبات وقال لا اخلاقي، قال لك الاكثريه ديال ولاد الصغيرات ماشي ولاده، لا جينا نشوفوها. وهذا راه خطير، خطير. في الوقت اللي في الحملات الانتخابيه كان قال بانه المقاهي متراميه وغيدير ليها، اليوم كيقول لك لا جينا نشوفوا ولاد الصغيرات اللي كاينين هنا غنلقاوهمش ولادها. يا ولادنا ولادنا، وقال لك انا كنعرف الصغيرات زنقه زنقه. وذكرني بهذه الكلمه ديال واش زنقه زنقه؟ واش نسولو دابا؟ نسولك دوار دوار، اذا كان زنقه يعطيني عاد دوار، اعطيني زناقي فين كاينين، انا نقول لك ناقشني معاه في الدوره كنسولوه. راه الرئيس ملي كيكون حتى في الدوره راه ماشي هو اللي كيجاوب على الاسئله ديالنا ويجاوب على النقاط ديالنا. وكان فاهم البلاد راه غيجاوبنا حنا، وكان فاهم البلاد غيعطينا العمال العرضيين، وكان فاهم السياسه بمعنى غادي يعطينا العمال العرضيين ويعطينا الاستفسارات اللي كنا قلنا، ما غيجازيش الناس بالكيفيه المغلوطه. ثم الفيسبوك راه شفتوا شنو كيكتب، 10 المليون ديال البونات من بومبا لبومبا، وعلاش تحولوا لبومبا اخرى مادام تنميه البلاد هكاك. ثم الفيسبوك كتب على الدوشات، الدوشات تما سالناه اعطينا كيفاش، علاش كيكتبوا الناس المارشي على الفيسبوك؟ المارشي سوا فيه خروقات، ان المارشي كنقولوا هادشي اللي واقع. هاد الحوايج كلها كنبغيو نعطيوها، هاد خطاب مظلوميه ما خاصوش يكون هنا، راه خطاب مظلوميه كان سيدي يحيى وانتقل الى هنا. اليوم راه كنقول لكم حتى الاسئله الكتابيه والمسائل كلها عندنا مسجله ومقاده عندنا هنا، وحتى النقاط اللي عطيناها عطيناكم على الدوره الاولى، اما راه كل نقطه كل دوره كنحطوا النقاط ديالنا اللي كتكون في الاجال ديالها القانونيه. اليوم كنتمناكم